ترامب، كلينتون، جاكسون واكثر من 200 شخصيه من سياسيين ومشاهير متورطين في قضيه وفضيحه ابستن. انا محمد الزمزمي ودي حكايه الترند. لو انت مش متابع، جيفري ابستن كان مليونير امريكي اشتهر بسبب سلوكه الاجرامي وعلاقاته الواسعه مع شخصيات بارزه وجدل كبير احاط به ولحقته اتهامات بالاعتداء الجنسي واستغلال القاصرات. بدا ابستن حياته المهنيه كمعلم، وبعدها انتقل للعمل في القطاع المصرفي والمالي، واسس شركته الخاصه ابستن اند كو وبنى ثروته من خلال اداره الاصول للعملاء الأثرياء المليارديرات. بس كان معروف بصلاته بشخصيات مرموقة في مختلف المجالات، ما خلاش. ومع ذلك بدأت سمعته تدهور في منتصف العقد الأول من القرن 21 لما تم الكشف عن اتهامات بالاعتداء الجنسي واستغلال القاصرات. وكان عنده جزيرة كده معروفة بأنها مكان بيتردد عليه المشاهير والشخصيات البارزة، وتم تصويرها في وسائل الإعلام كجزيرة الأسرار بسبب المصايب اللي كانت بتحصل فيها. وفي 2008 أقر إبستن بذنبه في تهمتين من تهم البغاء في ولاية فلوريدا، حكم عليه بالسجن 18 شهر. الحكم أثار جدل لأنه كان مخفف، وفي يوليو 2019 اعتقل إبستن تاني بتهم تتعلق بالإتجار الجنسي بالقاصرات. وبسرعة في أغسطس 2019 عثر عليه ميت في زنزانته في نيويورك وقالوا انتحر، ولكن في نظريات مؤامرة وشكوك حوالين وفاته لأن كان في محاكمة وأسامي هتطلع، فوارد يكون اتقتل. خلي بالك، ظهور أسماء الأشخاص في الملفات لا تعني بالضرورة إنهم متورطين معاه، فلم يتم توجيه تهم جنائية إلا إلى إبستن وماكسويل ودي شركته وهي محبوسة في نفس القضايا.